السلام عليكم. تعرض ليلة السبت إلى صباح اليوم الأحد مربي مشي ببلدية الشقيق بولاية البيض إلى اعتداء من طرف أشخاص مجهولين وسرقة كم الماشية المقدر عددها ب 59 رأس ما بين نعاج وخرفان وماعز حسب ما أكده صاحبها. وقال ذات المتحدث أنه في حدود الساعة 2:30 صباحا من يوم الأحد وبينما كان نائما بجانب زاربة ماشيتها كعادته إذ بمجهولين يهاجمونه ويلفون بطانية على رأسه لمنعه من أي حركة دفاعية، وقاموا بسرقة المشية من الزريبة المكونة من 30 خروف و20 نعجة و9 رؤوس من الماعز وتحميله على مركبة، فيما قاموا أيضا بتكبيل يديه وأخذه نحو جهة مجهولة ومن ثم رميه بجانب الطريق على بعد حوالي 10 كيلومتر من مكانه حسب ما رواه الضحية.